بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع درس جديد من دروس شرح رواية واشنطن طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله وقفنا في سورة النور، في بداية سورة النور، وسبق أن رأينا ما بين السورتين، بين سورة المؤمنون وسورة النور. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تتذكرون. سورة أنزلناها، نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها، فيها آيات، فيها مد منفصل في الإشباع، آيات بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة، تذكرون قرأ هنا فبي تشديد الذال، فعلى قصر البدل في آيات لنا في تذكرون ثلاثة العارض، وعلى التوسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولا تأخذكم إبدال همزة حرف مد، تؤمنون إبدال همزة وخالصة، واليوم الآخر بدل مغير بالنقل في الأوجه الثلاثة المعروفة. طائفة مد متصل فيه الإشباع، المؤمنين إبدال همزة وخالصة. على قصر بدل فيه واليوم الآخر لنا في المؤمنين ثلاثة العارض، وعلى توسط البدل التوسط الإشباع في العارض، وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. إلا زانية أو، نقطة حركة تمزيل إلى الساكن قبلها، لا ينكحها إلا زان، مد منفصل في الإشباع، إلا زاني أو مشرك، نقطة حركة تمزيل إلى الساكن قبلها. المؤمنين إبدال الهمزة واو الخالصة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. المحصنات، ننتبه إلى نون حتى لا تفخم. لم يأتوا إبدال الهمزة حرف مد. شهداء مد متصل في الإشباع. شهادة نبات، نقل حركة همزة إلى الساكن قبلها، وأولئك مد متصل في الإشباع. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وأصلحوا، لا مفتوحة قبل الصاد ساكنة تغلظ اللام. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. شهداء مد متصل في الإشباع. شهداء إلا، همزتان من الكلمتين مختلفتان في الحركة، الأولى مضمومة والثانية مكسورة. لنا وجهان في الهمزة الثانية، لنا التسهيل بين أو إبدالها وخالصة. شهداء إلا، إلا أنفسه، إلا أنفسهم، مد منفصل في الإشباع. أحدهم 4 شهادات، صلة من الجمع ومن قبيل المد المنفصل. 4 قرأ ونافع بفتح العين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. قرأ نافع بتخفيف النون أن، وقرأ برفع التاء في لعنة، اللعنة. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ننتبه إلى أن ويدرأ ليست بدل، فليقرأ أحد بأوجه البدل، فنقف ويدرأ بهمزة ساكنة. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قرأ نافع برفع التاء في والخامسة وتخفيف أن وكسر الضاد من غضب. وعرف الهاء من اسم الجلالة عليها إن، مد منفصل في الإشباع.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا ننتبه إلى اللام حتى لا تفخم، ننتبه طبعا إلى الفاء، ولولا فضل لأن بعدها ضاد مستطيلة. وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا في الوصل نقل حركتهم زي الساكنة قبلها. هذا ما فتح الله لنا عز وجل في هذا الوجه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.